السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7 إي نيوز من قناة ظفر، أهلا بكم. والبداية مع العناوين. عبد الله بن سالم القاسمي يستقبل وفد قيادة الحرس الوطني. مصر مقتل 12 شخصا في القاهرة بسبب انهيار مبنى سكني، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين. الأمين العام يأسف بشدة لقرار الاتحاد الروسي إنهاء تنفيذ مبادرة البحر الأسود. ضمن كأس الكونكاكاف الذهبية، إطلاق نار في سوق في بما أثناء مشاهدة الجماهير للمباراة النهائية ضد المكسيك. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وفد قيادة الحرس الوطني في مكتب سمو الحاكم، وطلع سموه على أبرز المهام والواجبات والخطط الاستراتيجية المستقبلية للقيادة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل والارتقاء بالأداء المهني وبما يحقق الأهداف الوطنية، فضلا عن آلية العمل العسكري والدعم الذي تقدمه القيادة للمنشآت الحيوية في الدولة. نتابع هذا الفيديو من المكتب الإعلامي التابع لحكومة الشارقة. أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة بصفته رئيسا لجامعة الشارقة قرارا يقضي بتعيين سعادة شهاب أحمد الحمادي نائبا لمدير جامعة الشارقة للشؤون المالية والإدارية. ويأتي القرار ضمن سياسة التوطين والتوظيف في جامعة الشارقة التي اعتمدها سموه، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتواكب سياسة الموارد البشرية لإمارة الشارقة. وسيسهم سعادة شهاب الحمادي وبالاستفادة من خبراته في تطوير العمل الإداري والمالي في جامعة الشارقة ومتابعة خططها في سياسة التوطين والتوظيف ودعم بيئة العمل الإداري والأكاديمي، بما يوفر بيئة مميزة ومحفزة للعمل والارتقاء بمستوى الجامعة. أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة وبالمستوى المتميز الذي وصلت إليه من المهنية والاحترافية، وذلك وفق رؤية استراتيجية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله، والتي حققت نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها كما وكيف وفي جميع أفرعها. جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه في ديوان الحاكم سعادة اللواء الركن سالم سعيد الجابري قائد الحرس الوطني والوفد المرافق له. وقال سمو ولي عهد عجمان إن القوات المسلحة تحظى بدعم واهتمام قيادتنا الرشيدة، وهو ما انعكس في تميزها وقيامها بواجبها بكل كفاءة واقتدار، مشيدا سموه بإخلاص وعطاء وشجاعة الحرس الوطني والأدوار والمهام التي يقوم بها في ترسيخ الأمن والاستقرار والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا، حثا إياهم على مواصلة البذل والعطاء وتطوير قدراتهم إلى أفضل المستويات، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. من جانبه أعرب قائد الحرس الوطني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان والاستماع إلى توجيهاته الكريمة، مؤكدا بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها. اختتم التمرين العسكري صقر الأدغال بين القوات البرية والجيش الماليزي بحضور صاحب الجلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة، وسعادة اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية. وهدف التمرين إلى رفع مستوى الأداء والكفاءة القتالية والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية للقوات البرية واكتساب الاحترافية في التعامل مع الأجهزة والأسلحة الحديثة في مختلف بيئة مسارح العمليات. نتابع هذا الفيديو من الحساب الرسمي لوزارة الدفاع الإماراتية.
تبحث اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ في العاصمة أبوظبي آخر مستجدات المبادرة وعدد من المشاريع الداعمة لها. نتابع. دشنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مصنعاً لإنتاج الأجبان ومشتقاتها في مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، في خطوة نوعية جديدة تؤسس من خلالها كياناً اقتصادياً متميزاً بمشاركة 5 كوادر مواطنة شابة من طلاب معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني ومن تخصصات مختلفة، ومدرب من أعضاء الكادر التعليمي في المعهد. قاموا بإنتاج معدات المصنع، ويحقق المصنع شعار صنع في الإمارات، وذلك بهدف تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدمة. ننتقل إلى الأخبار العربية والعالمية من 7A نيوز. استيقظت مصر على فاجعة انهيار مبنى سكني مكون من 5 طوابق في إحدى المناطق الشعبية شمالي القاهرة، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل، بينما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين داخل الأنقاض، كما جرى إخلاء بنايتين مجاورتين للمبنى المنهار من السكان للتأكد من سلامتهما الإنشائية. فرت أعداد كبيرة من السكان في منطقة العاصمة الكبرى في السودان التي تضم الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، بعدما شهدت أعنف الاشتباكات منذ اندلاع الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبسبب المعارك الضارية بين الطرفين المتحاربين، تواجه هذه المدن نقصا شديدا في الكهرباء والماء والضروريات اليومية الأخرى. إلى جانب ذلك، أغلقت المستشفيات أبوابها وأظهرت التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في الأسبوع الماضي أن عدد النازحين بسبب الصراع قد تجاوز 3 ملايين شخص. أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان أن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء المغربية. وأضاف البيان أن نتنياهو أكد أن موقف بلاده سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة. وأفاد البيان بأن نتنياهو شدد أيضا على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وجميع البلدان التي تربطها علاقات بإسرائيل وهي علاقات دبلوماسية سيخبرها بهذا القرار. أقفل الأسبوع الفائت على كثير من التشابك في الأولويات والتطورات الضاغطة بقوة على لبنان، تراوح بين التوتر الناشئ على الحدود الجنوبية وما يثار في شأن الترسيم البري وانطلاق عمليات الحفر البحري، وتطور المفاجئ المتمثل في تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان. ويتفاقم التوجس حيال ما يمكن أن يحمله الأسبوع المقبل من تطورات، لا سيما لجهة استمرار التوتر جنوبا والمترافق مع تحركات ميدانية على الجانب الإسرائيلي مقابل تحركات دبلوماسية على الجانب اللبناني. ولا يزال لبنان منشغلا بقراءة مضامين الصدمة الأوروبية التي تمثلت فيما أعلنه النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي تيري مارياني لجهة التصويت على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان في الوقت الذي يمر فيه هذا الملف بمرحلة شديدة الحساسية. في محاولة لإعادة إحياء مدينة حلب القديمة التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب والزلازل، يؤكد جان ماجميز مدير محافظة حلب لدى الأمانة السورية للتنمية على أهمية ترميم الأسواق التاريخية.
الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع جهات حكومية أخرى حرصت على إحياء الأسواق القديمة، إذ شمل العمل ترميم داخل المحلات وتركيب بوابات خشبية تتماشى مع هوية الأسواق الأخرى. ولا تهدف هذه الجهود إلى ترميم الهياكل المادية فحسب، بل إلى الحفاظ على التراث الثقافي وإحياء الهوية الفريدة لمدينة حلب القديمة. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يأسف بشدة لقرار روسيا بإنهاء مبادرة البحر الأسود، مما يعني عمليا وقف شريان حياة مهم بالنسبة لمئات الملايين حول العالم الذين يواجهون الجوع وتكاليف الغذاء المتزايدة. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من المفاوضات بشأن تجديد هذا الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، والذي سهل تصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية عبر ثلاثة موانئ على البحر الأسود، هي أوديسا ويوجني وتشيرنومورسك، مضيفا في الوقت الذي يتعطل فيه إنتاج الغذاء وتوفره بسبب النزاعات وتغير المناخ وأسعار الطاقة وغير ذلك. ساعدت هاتان الاتفاقيتان في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 23% منذ آذار من العام الماضي. من جانبها وصفت ليندا توماس غرينفيلد الممثلة الدائمة للولايات المتحدة القرار الروسي بتعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود بأنه عمل قاس آخر، مضيفة وجهت روسيا ضربة أخرى إلى الفئات الأضعف في العالم، وأتت الضربة هذه المرة على شكل تعليقها لمشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، ويمثل ذلك بالفعل ضربا آخر من ضروب الوحشية، إذ يشير برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 345 مليون شخص يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي. ونحن نعرف تمام المعرفة أن الحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا قد دفعت الملايين إلى حافة الهوية، وخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهذا ما جعل من مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا بارقة أمل، فقد حقق هذا الترتيب استقرارا في أسواق الغذاء العالمية وخفض الأسعار للجميع. ولكن أتت روسيا اليوم لتقضي على كافة التقدم المحرز وترمي كل هذا الأمل في مهب الريح. زارت كاتريونا لينغ كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة في الصومال مدينة غالمودوغ، حيث التقت بقيادتها لمناقشة مواضيع تشمل بناء الدولة والأمن والديمقراطية المحلية وإنشاء مكتب للأمم المتحدة. وعملت الأمم المتحدة بشكل وثيق مع بعضها ضمن فريق الأمم المتحدة القطري وبعثت الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، لاسيما في مجالات الحوكمة بما فيها مراجعة الدستور والانتخابات وسيادة القانون والشرطة والعدالة والإصلاحيات والأمن والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان والدفاع عن المشردين داخليا في المناطق الرئيسة في جنوب ووسط الصومال وقضية المقاتلين المسرحين. وعلى الرغم من أن الصومال قد أحرزت تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، إلا أن الأمم المتحدة تدرك أن إحراز مزيد من التقدم في توطيد السلام وبناء الدولة في الصومال يعتمد على قدرتها الجماعية على العمل وفقا لجداول الأعمال الإنسانية والإنمائية وبناء السلام بطريقة منسقة وشاملة. ننتقل إلى مقال اليوم. أما مقال اليوم فهو من موقع 7E نيوز، حيث كتبت شاو بينغ مقالا بعنوان قانون العلاقات الخارجية الصيني يساعد في تعزيز النظام الدولي العادل. دخل رسميا قانون العلاقات الخارجية لجمهورية الصين الشعبية حيز التنفيذ بداية هذا الشهر، وهو أول قانون منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية يركز على السياسات والمبادئ والمواقف والأنظمة الرئيسية للشؤون الخارجية للصين، ووضع أحكام عامة حول تنمية العلاقات الخارجية للصين، القوانين الأساسية المتعلقة بالخارجية كأكبر دولة نامية في العالم. أنشأت الصين أول قانون علاقات خارجية كامل بينما يقرب من 200 دولة نامية في العالم، وينص قانون العلاقات الخارجية على أن الصين تحافظ على النظام الدولي، على أن تكون الأمم المتحدة جوهره، وتحافظ على النظام الدولي القائم على القانون الدولي، وتحافظ على القواعد الأساسية للعلاقات الدولية على أساس مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وتعزز القيم المشتركة للبشرية جمعاء المتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية. في الوقت نفسه من الواضح أن الصين تتمسك بمفهوم الحوكمة العالمية على أساس التشاور المكثف والمساهمة المشتركة والمنافع المشتركة ومفهوم الأمن العالمي المشترك والشامل والتعاوني والمستدام ومفهوم التنمية العالمية بالعدالة والشمولية والتعاون المفتوح والتنسيق الشامل والربط الابتكاري ومفهوم الحضارة بالمساواة والتعلم المتبادل والحوار. ننتقل إلى أخبار بانوراما من 7 إي نيوز. ورش عمل متنوعة ومفيدة شكلت أبرز فعاليات هذا الأسبوع في مكتبتنا، والتي شهدت أيضا زيارات متنوعة للاطلاع على مرافق مكتبة محمد بن راشد وكنوزها المعرفية القيمة. نتابع. وإلى المملكة العربية السعودية، وتحديدا من الحساب الرسمي للهيئة العامة للترفيه، حيث تقام هناك أجواء استعراضية وكوميدية مع أبطال مسرحية أنا زومبي 2 الغنائية في جامعة القصيم ضمن فعاليات جولة المملكة. أما كاريكاتير اليوم فهو بعنوان موجة الطقس الحارة، اخترناها لكم من صحيفة اليوم السابع المصرية. وإلى انفوغراف اليوم اخترناه لكم من موقع سبوتنيك، إذ أصدرت 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة تقريرا يفيد بأن ما يصل إلى 783 مليون شخص عانوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة كورونا والتغييرات المناخية والصراعات المسلحة. افتتحت بلدية دبي بلوم ماركت للخضار والفواكه في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، ويعد السوق وجهة متكاملة لبيع وشراء المنتجات والمواد الغذائية في بيئة مكيفة تحافظ على جودة وسلامة البضائع والمنتجات. تعد إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى كثباتها الرملية الساحرة وشواطئها الجميلة الممتدة على مسافة 64 كيلومتراً موطناً لسلسلة جبال الحجر المذهلة، والتي توفر مناظر خلابة ومجموعة متنوعة من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها من المشي الجبلي لمسافات طويلة وإلى أنشطة المغامرة.
أما حديث الكاميرا لهذا اليوم فقد اخترناه لكم من شبكة العين الإخبارية الإماراتية، إذ يتم تقديم أطعمة مجمدة لحيوانات حديقة روما للتغلب على موجة الحر التي ضربت إيطاليا مؤخرا. نتابعها. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد من 7 إي نيوز. يتخذ الأردن والعراق خطوات جادة في سبيل إنجاز المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين على مساحة حدودية ضخمة، مشروع يصفه مراقبون بأنه قديم حديث تم طرحه منذ 2019 لكنه تأجل بسبب ظروف مختلفة. تتضمن الترتيبات حاليا إطلاق دعوة دولية لاستقطاب مطور للمدينة وإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية وأعمال التطوير، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع من 50 إلى 100 ألف وظيفة لأبناء البلدين، وسيشمل على استثمارات تراعي التغيير المناخي، بالإضافة إلى أنه سيشهد ارتفاع الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الفترة المقبلة وعودتها إلى ما كانت عليه خلال 2013، والتي وصلت فيه الصادرات الأردنية إلى 883.1 مليون دينار. تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية بعد استئناف ليبيا الإنتاج في مطلع الأسبوع، بينما من المتوقع أن تصدر الصين أكبر مستورد للخام في العالم. بيانات تظهر أن حالة التعافي الاقتصادي بعد الجائحة تواجه عثرات، وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولمس أعلى مستوى منذ أبريل عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت شل صادرات الخام النيجري، مما أدى إلى شح الإمدادات. قال خبراء نقلا عن أحدث الأرقام الاقتصادية للصين إن إمكانات السوق الصينية ساعدت البلاد على البقاء كوجهة مفضلة للاستثمار الخارجي في النصف الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن تدعم النمو الاقتصادي المستقبلي للبلاد. وأظهرت نتائج البيانات الصادرة أن الاقتصاد الصيني حافظ على زخم الانتعاش في النصف الأول من هذا العام على الرغم من البيئة الدولية الخطيرة والمعقدة، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية علامات تحسن. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توسعت واردات وصادرات السلع في البلاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام. إلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7 إي نيوز. توج منتخب الإمارات لقفز الحواجز بلقب بطولة أوبك لبيق الدولية في بلجيكا، فئة النجمة والنجمتين، والتي أقيمت بمشاركة 250 فارسا من أنحاء العالم المختلف. وجاءت مشاركة منتخب قفز الحواجز في البطولة ضمن معسكره الحالي في ألمانيا استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأسيوية بالصين 2023 ودورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، رئيسة نادي أبو ظبي لسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس اسطبلات الشراع. مشاركة مجتمعية كبيرة في منافسات ألعاب تكتيكال التي أقيمت ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك.
وقع إطلاق نار في سوق في بنما، حيث كان المئات من مشجعي كرة القدم يشاهدون منتخب بلادهم وهو يواجه المكسيك في نهائي الكأس الذهبية، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. وتوج المنتخب المكسيكي لكرة القدم بلقب البطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف بتغلبه على نظيره البنمي 1-0 في المباراة النهائية للبطولة، وأحرز المنتخب المكسيكي لقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، معززا بهذا الرقم القياسي الذي يستحوذ عليه في عدد مرات الفوز باللقب مقابل 7 ألقاب لنظيره الأمريكي ولقب 1 فقط للمنتخب الكندي. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية، وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. عبد الله بن سالم القاسمي يستقبل وفد قيادة الحرس الوطني. مصر مقتل 12 شخصا في القاهرة بسبب انهيار مبنى سكني، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين. الأمين العام يأسف بشدة لقرار الاتحاد الروسي إنهاء تنفيذ مبادرة البحر الأسود. ضمن كأس الكونكاكاف الذهبية، إطلاق نار في سوق في بنما أثناء مشاهدة الجماهير للمباراة النهائية ضد المكسيك. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، بأمان الله.